السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم ازاي نعرف الطبعة من الالف للياء. من اول ما هنكتب الاي بي في المكنة، لما نبحث على التعريف نفسه ونجيبه من على الكمبيوتر، وازاي اعرفها مثلا عن طريق النتورك. خليك معايا خطوة خطوة. اول حاجة عندي بتأكد ان انا شغال هنا ايه، في كابل النت واصل زي ما احنا اتكلمنا فيه قبل كده، تمام. بعد كده اخش على القائمة، ده بالنسبة للطبعة، الجزئية بتاع الطبعة. بدخل على المينيو، تمام، وبعد كده بختار في المينيو انترفيس سيتنج، اقلب من لسهم. انا هنا مبطئ لك الفيديو خالص اهو. بختار انترفيس سيتنج، انترفيس او هوست انترفيس، واختار نتورك اللي هي رقم 3، وبضغط عليها اوكي. بعد كده اجيب ماشين اي بي 4 واختار سبيسيفاي، واختار بعدها السهم اللي مكتوب عليه اي بي، واكتب الاي بي اللي انا عايزه. انا بالنسبه لي هنا عندي الاي بيهات شغاله على 192، فهكتب بقى الاي بي اللي عندي المتاح عندي 192.168.1، واختار مثلا 3 8 اللي هو 222، ده بالنسبه للاي بيهات الموجوده عندي. انت اكتب الاي بيهات المتاحه عندك. الخانه الثانيه اللي هو السهم الثاني، بخلي السب ماسك بكتبه 255255 ثلاث مرات، وفي الاخر زيرو. بعد كده الجيتوي اللي هو المفتاح الثالث، اللي هو برضو الجيتوي اللي هيبقى عندك انت، اعمل 192.168.1.1، ده بالنسبه لي. انت برضو شوف الراوتر عندك شغال على الايبات ازاي. بعد كده بحفظ بالاوكي، تمام. هنا اداني حفظ اهو. وما اجي اخرج على القايمه الاقي بيقول لي ان هو بيتم الحفظ الان، اهو تم حفظ الاعدادات الان، تمام كده. طبعا اتاكد ان كل حاجه واصله وسلك تمام ومية مية كده، يبقى جاهزه معايا هي زي الفل. هرجع تاني ادخل الهوست انترفيس تاني عشان اتاكد ان الاي بي اتثبت معايا، واختار ماشين اي بي 4، واختار اي بي تمام اهو زي ما انا كاتبه. يبقى انا كده بالنسبه للجزئيه بتاعه الطبعه عندي كده تمام. هنيجي بقى نتنقل للجزئيه بتاعه الكمبيوتر او اللابتوب، ازاي نشتغل عليها. طبعا انا بفتح صفحه جوجل، اول حاجه خالص بعملها بدخل على الماي كمبيوتر، واختار بروبرتيز، تمام. والجزئيه دي بالذات مهمه جدا. اول حاجه اتاكد انا شغال على ويندوز ايه، نوع الويندوز اللي انا شغال عليه. رقم 2 اتاكد ان هو كان 32 او 64. طيب نتاكد بيه ازاي؟ انا لما بدخل على الماي كمبيوتر والبروبرتيز بيجي لي فوق خالص كده اعدادات الويندوز، اسم الويندوز عندي ويندوز 7 التيميت، تمام. انا اشوفه بقى كام بت، اللي هو تقريبا 32 بت اهو، 32 بت، تمام. يبقى انا هنا اتاكدت على الويندوز كده. انا هفتح المتصفح وادخل على موقع شركه ريكو، واكتب اسم الطبعه او اسم الموديل اللي انا عايزه، تمام. انا هنا اخترت 440 اهو، واختار الموقع اللي فيه شركه ريكو اللي هو ريكو سبورت، على اساس اجيب التعريف من مصدره، تمام. اهو ريكو 440 داونلود، اختار الصفحه بتاعته، تمام كده. هنيجي برضو النقطة دي مهمة بالنسبة لي. انا هنا عندي اول حاجة عرضها لي ويندوز 10 64. طيب انا عايز اوصل للنسخة ال 32 اللي انا شغال عليها. طيب هو 7 الدعم بتاعه اتشال، فانا هنا هختار الويندوز 10 بس 32، واختار الملف اللي انا عايز احمله اللي هو البي سي ال 6. لو انت عايز تحمل بي سي ال 5 حمل، في عندك كذا اصدار وكل حاجه لها حاجه. انا هنا بالنسبه لي محتاج البي سي ال 6، تمام. بحمله، بعد ما احمله بفك ضغطه وانزله على الديسكتوب زي ما انت شايف كده، تمام. هو هنا عندي فايلات اهو مش ظاهر معايا. تاني خطوه ادخل على الكنترول بانل ومن قائمه ستار، واختار برينتر ديفايس اند برينتر، هتفتح لي الصفحه اللي قدامك دي. طبعا انا بالنسبه لي هنا معرف طبعات كتير، فانت ما تشغلش بالك بالطبعات الموجوده دي. بعد كده بختار اد برينتر واقول له كرييت نيو بورد،
واقول له نيكست واكتب الاي بي اللي انا كنت كاتبه في المكنه 192.168 ودوت 1.32 او دوت 222. كده انا بالنسبه لي كتبت ايه الجزئيه المهمه. بعد كده بعمل نيكست، هو طبعا بيعمل سيرش على المكنه او بيتاكد ان في بورت شغال على الجهاز بنفس الوضع ده كده، فهيقعد مثلا 3 دقايق كده ولا نص دقيقه كده ولا حاجه، ما تستعجلش. بعد كده هيقول لي هنا ان هو لقى فعلا الاي بي اللي انت موجود عليه، بس هو لو التعريف موجود جوه الويندوز هيقوم معرف على طول. طيب التعريف مش موجود جوه الويندوز، هيجي يقول لك هنا ايه، انا لقيت البورت ومانيش لاقي التعريف. وطبعا بالنسبه للطبعه اللي انا بعرفها دي من الطبعات الناجحه اللي هي 440 او 430 او 435 او 431، طبعا دي من اكفأ الطبعات اللي نزلتها شركه ريكو بالنسبه للبرينتر الالوان الاي 4. هو هنا هو اتقرب يخلص سيرش اهوت معايا، تمام. انا مش هختار من القوايم دي اي حاجه، انا هعمل نيكست بس. هيظهر لي قايمتين، قايمه على الشمال وقايمه على اليمين. طبعا لو التعريف جوه الويندوز بختار الموديل اللي من على الشمال وبختار الرقم المكنه من على اليمين. مش عندي، بختار هاف ديسك وبحدد الفولدر اللي انا كنت حاطه على الديسك توب، بدي له اوكي واختار بقى يظهر لي اللي جوه الفولدر. انا من هنا اختار ريكو من على الشمال 440، هو هنا بيديني تعريف اكتر من موديل، فانا اللي انا محتاجها 440 اعلم عليها، وانا كنت هنا معرفها قبل كده فبتديني الرساله دي، انت مش هتظهر معاك الرساله دي. انا بالنسبه لي هقول له نيكست نيكست وخلاص. لو انت هنا عايز تعمل طبعه اسم هتعمله. بعد كده بعمل نيكست اهوت، هو كده بيقول لي انا هنزل الدرايفر بتاعها او هنسخ الدرايفر في التعريفات. والصفحه ديت بقى هنا بيقول لي ان انا لو عايز اشير المكنه لاجهزه تانيه. انا بالنسبه لي هنا هو مش محتاج ان انا اشيرها، فاقول له دونت شير. انت لو انت عايز تشيرها بتختار شيء. وبالنسبه للعلامه اللي فوق دي هنا بخليها الديفولت اللي هي الاساسيه، تمام. انا هنا طبعت تيست اهون وعندي العلامه اللي فوق علمتها خليتها الاساسيه واقول له فينش. طيب نيجي نشوف المكنه بقى، التيست اللي انا طبعته المكنه هي خدت الامر تيست برنت بيج، تمام. هنشوف طلع التعريف التيست اللي انا طبعا هو زي الفل.